الحمد لله حمدا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله جل وعلا ونحن في ابتداء هذه الليالي العظيمة أن يمن الله جل وعلا علينا بالتوفيق لعبادته، وبما يزيد به إيماننا ويصدق به توحيدنا، إنه على كل شيء قدير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقي المنبر فقال آمين 3 مرات، فسأله الصحابة رضي الله عنهم فقال في أحدها: جاءني جبريل فقال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. وفي بعض الروايات: فأبعده الله فدخل النار. وقد جاء هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر قصة جبريل. ومعنى رغم أنف امرئ أي خاب وخسر، فإن في طاعة الله جل وعلا وفي التقرب إليه وفي المسارعة إلى الصالحات الفلاح الأعظم. إن الفلاح أيها المؤمنون هو الفوز بكل مرغوب ترغبه النفوس، والنجاة من كل مرهوب تخافه النفوس. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم والمسلمين في كل مكان من المفلحين الفائزين. كيف لا يكون الفلاح لمن عرف هذه الليالي فاستثمرها وتنافس فيها إلى القربات والصالحات؟ ألم يقل ربنا جل وعلا في وصف بليغ في عظيم شأنها وكبير مقدارها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح المشفق: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ وقد أرشدنا إلى أن هذه الليلة إنها في 10 الأواخر من رمضان بدون تعيين، وإن كانت تتأكد في أوتارها. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها قد تكون أوتار باعتبارين، إما أول الشهر أو آخره. فاجتهدوا رحمكم الله في عبادتها، ولن أطيل، فكفى بهذين النصين واعظًا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاسألوا الله جل وعلا التوفيق، فإن العبادة والطاعة من أعظم توفيق الله للعبد، ومن المعية التي اختص بها المؤمنين أنه يكون معهم بالتوفيق والتسديد والتأييد للقرب منه، الذي هو أعظم لذة في هذه الدنيا، والذي يعقبها العاقبة الحسنة في الآخرة. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني الله وإياكم فيها لصالح العمل. ثم إن الذي ينبغي علينا أن نخرج من هذه الليالي ليس بصور العبادة، وإنما بما يزيد به إيماننا ويصدق به توحيدنا. نخرج منها ونحن في تعظيم صادق مخلص للرب جل وعلا. ولهذا: فإذا ركعتم فأطيلوا، وإذا سجدتم فأطيلوا، إلجأوا إلى الله، تذللوا إليه، انكسروا بين جنابه،
فإن الله كريم غني حميد. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فألظوا بها كثيرا، فمن عفى الله عنه سعد في الدنيا وفي الآخرة. ثم إن القيام المراد في هذه الليلة هو أن يكون الإنسان قائما راكعا ساجدا بدون تحديد عدد، إلا أن السنة معروفة عند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغرق كله في إحيائها بخمس تسليمات، لكن يقرأ بقرب قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء، ويطيل مثلها في الركوع وفي السجود وتخفيفاً على المسلمين. فإن الشأن في الحرمين أن تكون الصلاة في مثل هذه الليالي من هذه الليلة المباركة في الساعة، أن تكون 20 ركعة في الأول و10 ركعات في الأواخر، ثم تختم بالوتر استجابةً لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وستكون هذه الأشر الأواخر في الساعة 12:45 و45 دقيقة، أي في 1:15. وهي صلاة قيام الليل التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما ما توارد عند العوام أن الأول وأن الأوائل من التراويح وأن الأواخر من القيام، فهذا اصطلاح خاطئ، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الله العنقري حينما قال: إن كل الصلوات إنها من قيام الليل في أول الليل إلى آخره، وإن كان بعضه يفضل على بعض. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن ينصر أمتنا، وأن يحفظ ولي أمرنا ونائبه لما يحبه الله جل وعلا ويرضيه، وأن يجمع بهما كلمة المسلمين، وأن يوفقهما وأن يسددهما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، فأكثروا لها من الدعاء في سجودكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم إنه أيها الإخوة، أن من أراد أن يختم 20 الأولى فإن الذي ينبغي له أن يختمها بوتر إن كان يريد أن يذهب إلى بيته ليستريح بالنوم، وإلا فإن أخر الوتر إلى آخر الليل فذلك أفضل، كما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد.